إصابة مباشرة في الرأس لرجل لا يملك يدين، هذا هو جيش حماة الديار مع الأسف، إنه جيش العميل لبشار الأسد. هذا سؤال إصابة. الإصابة مباشرة في الرأس. هاي الإصابة برأسه. لا هذا الزلم اللي ما يملك لا يدين المعاق. شو مدي يملك البارود مقوي السادة بشار؟ الله ينتقم منك إن شاء الله. الله ينتقم منك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عدنان إسماعيل العليان الحريري. بعد يلفظ أنفاسه الأخيرة. يلفظ أنفاسه الأخيرة. شخص إلى الحق. اللهم اجعله من الشهداء. اللهم إنا نحتسبه عندك شهيدا. تقبل شهادته يا رب العالمين. اللهم تقبل شهادته يا الله. لفظ أنفاسه الأخيرة. الله أن يتقبله. الله يرحمه. الله يقبل من الشهداء. هاي إيديه اللي كان يقوس فيها من البارودة. هاي إيديه ضربة. هاي العصابات اللي مدسة. هذا سلفي هذا قوس على الجيش، الجيش قوسوا عليه. الله يرحمه. الله يرحمه. يا أخوان إيديه مقطوعات. هذا هو اللي قوس. هذا هو السلفي المندس. الله عليك يا بشار. الله عليك. الله يقهرك مثل ما عم تقهرنا. ها شايفين إيديه؟ شايفين البارودة بإيده؟ شايفين إيديه مقطوعات؟ شايفينهن؟ إصابة مباشرة بالرأس. شايف؟ إصابة مباشرة بالرأس. فعلك وإصلاحاتك يا بشار الجحش، هذا هو إصلاحاتك.